مفاوضات تشكيل الحكومة يعني في مراحل متقدمة جدا، حتى اليوم وصل إلى 17 وزير تم اختيار أسمائهم وسيطرحون للتصويت يوم السبت. هذا الثابت، يعني من الممكن أن يؤجلوا بعض، يعني مثل الوزارات السيادية، يعني الدفاع، الداخلية، لم يقر بعض أسمائهم وسيؤجل تصويتهم إلى يعني بعد السبت. هناك بعض الوزارات أيضا يعني المكون الأكبر أيضا ستؤجل إلى بعد السبت للتصويت عليها لاكتمال كابينة سيد السودان. لحد الآن يعني ما معروف إلى أين ذهبت، لكن تشكيلة الوزارية سيكون 12 للمكون يعني الاجتماعي الأكبر، وستة للسنة السيادة ومتحالفين معهم، وأربعة للكرد، وباقي الوزارات للمكونات يعني الأخرى، التركمان والمسيح وبعض الوزارات. طيب، ستكون حكومة سياسية ليست كسابقاتها، بحجة أنه نجيب مستقل وما محس في كل وزارات السابقة نجيب وزير وأقول هذا مستقل، هو وياي أنا جايبه وأنا حاطه وأقول عليه مستقل، وبعدين يخربط في الوزارة. في هذه الوزارة ستتحمل الكتلة السياسية سين أو صاد أو عين هي فشل هذا الوزير، لأن هو وزير من عدها وعضو فيها وعضو أيضا في حزبها التي رشحت.